قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم في بداية العام الدراسي الجديد. يأتي هذا تأكيدا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوما وسما على صدور جميع رجال الشرطة كأروع مثال في التضحية والفداء. مشيت بدري وكل العمر ما بيجري بتوحشني. مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار الاهتمام بدعم أسر الشهداء وتوفير الرعاية لهم، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم على مستوى الجمهورية وسط ترحيب كبير من زملائهم في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة. اليوم ده بيبقى مميز جدا عند الولاد، بيبقى يوم مختلف لأن هم بيشوفوا باباهم قدام عينيهم تاني كأن مصطفى الله يرحمه موجود وبيصطحبهم بنفسه للمدرسة. بشكر السيد الرئيس إن هو قال للضباط يجوا ويوصلوني المدرسة. النهارده انا فرحت وده اداني حافز ليا ان انا اكمل وانجح باذن الله وابقى ضابط زي بوك. امان عليك يا ابويا وانت في الجنه، ما تنساش كل ثانيه ولحظه تدعيلي عشان انا غصب عني تملي بتمنى. قدمني من البيت على المدرسه وعملوا لي ترحاب كبير جدا في المدرسه، وده شيء انا فخور بيه من وزاره الداخليه. بشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللمسه الجميله ولمسه الوفاء للشهداء انهم بيكرموا ابناء الشهداء اول يوم في الدراسه، وهو حس قد ايه ان بابا لسه موجود. مش بابا بس، وزاره الداخليه كلها كانت موجوده عشان تقول له ان احنا موجودين بدل بابا وان احنا مش هنسيبك. يعتز ابناء الشهداء وسط هذا التكريم وحفاوه استقبالهم بتضحيات ابائهم التي تعد مبعث فخر لهم بين زملائهم والقائمين على هذه المدارس. كنت مبسوط جدا ان الضباط معايا ودخلوني لحد الفصل، ما كنتش حاسس النهارده ان انا لوحدي، حسيت ان في ناس في ظهري وبيقدروني. عشانك انت، عشان بكره، عشان ناس جايه بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروحي انا فادتها، مدى الحضن اللي ربى واللي قواني. امان عليك يا ابويا وانت في الجنه. ده بصراحه بيحصل كل سنه من اول استشهاد باباهم، وده بيفرق معاهم جدا وبيدي للاولاد دعم كويس في طول الدراسه. يا شمس بلادي عمرك ثانيه ما تغيبي، تتكرر المشاهد الإنسانية لاصطحاب رجال الشرطة لأبناء الشهداء إلى مدارسهم في كل المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد في لمسة إنسانية تؤكد على الرعاية والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء، وأن التضحيات تظل خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، وتأكيدا على الدور الوطني الذي قدمه هؤلاء الأبطال لعزة الوطن ورفعته. أحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه دايما بأسر الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس. عشانك انت، عشان بكرة، عشان ناس جاية بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها، مدى الحضن اللي ربك واللي قواني. امان عليك يا ابويا وانت في الجنه، ما تنساش كل ثانيه ولحظه تدعيلي. نعم.
النهاردة صحاب بابايا جم يوصلوني، ودي أكيد حاجة تفرحني. من وزارة الداخلية أحب أشكرهم جدا، لو قعدت أشكرهم طول اليوم مش هقدر أقف بعدهم والله، بس أكيد طبعا فرحان بحاجة زي كده، هما دايما بيفكروا فينا ومش ناسيننا خالص. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن أكمل عمري يا حبيبي. كنت دايما متعودة أن أفاقي هو اللي بيوصلني دايما أول يوم، عشان دي حاجة طبيعية. بعد كده دلوقتي بقى زمانات فابي هما اللي بيجوا يوصلونا، وبجد بيحسسني دايما ان بابي لسه موجود، لان هما وعندي واحد بجد بحب قوي قوي اليوم ده عشان هما يجوا معايا. رعاية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء بخاصة أبناؤهم، سواء اجتماعية أو تعليمية أو معنوية، وفاء لتضحيات الشهداء التي سطرت دماؤهم الذكية ما ينعم به الوطن من استقرار. مع بداية عام دراسي جديد، تم اصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم تقديرا لتضحيات آبائهم في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن، وهو تقدير يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية وتقديم الرعاية لأسر الشهداء. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.